Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب تعالى بقى بحاجة. بكشيش something. حتى الخواجات بقوا كحيتة، لعل أبوك ولاد كلب. دينر عشاء دينر، يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط، بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعه دينر، مش عايز انت دينر. عشاء العشاء. اوكي اوكي يا عيني يا عيني. لا العيد، لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشاء ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده ابدع من العشاء 100 مره، ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشاء؟ معقول بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه، بخش كل اوضه اقول لهم دينار ازرق دي، واقعد اتلكح شويه بنحنح علشان يدوني البقشيش، ومحدش بيعبرني، فباخد بعض وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. اشمعنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه، شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المرة دي على أكل عيشك. إن شاء الله يا فندم. خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكرة؟ إن شاء الله. في الحقيقة أنا عمري ما هنسى طيبة قلبك وكرم أخلاقك. أنا ما عملتش حاجة، ثم إحنا ولاد بلد واحدة والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. متشكر يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر، إن جيت الصراحة يعني متشكر أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك. يا فندم أنا متشكر أوي، وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا متشكر حقيقي يعني. هلو هلو مدام. هلو. يا سلام، أول مرة حد يحترمني في اللوكاندا بالطريقة دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبة صحيح. هلو دو كلبي فوزات. يعني دو كل دو كلبي فوزات دو كل موليفر. احنا في الإعدادية خدنا أورفار بابا أورفار ماما. من أي بلد؟ جي اي ام ايجيبشن. جو سي يو عمر شريف. نو اي ام عمر الجزاوي. كيزمي كيزمي. نو كيزمي. اي كام. نو مدام كيزمي. مدام كيزمي. لو كنت جيت قبل كده ب 80 سنة كان ممكن. موني نو نو مدام نو مدام كيزمي بليز بليز جون مدام نو نو مدام بليز مدام نو. عمر شريف عمر شريف عمر شريف عمر شريف. الحين استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست هي عيلة صغيرة وزي القمر، بس عايزة تعتدي عليا تعتدي عليا. ايه عمر شريف عمر شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة عيلة. جتام
جتيم عمر شريف. ايه ده؟ جتيم عمر شريف. جتيم. شوفها مالها؟ مدام يا جميل فوق، الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. انت ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير لوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايزني اسيب واحدة ميتة في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. اه مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجة، احنا هنستنى لما رجلك تخف وترقى شوية، اجرجرها على اوضتها وانا مش شايف ولا من جنب. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسع، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيبني معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزرائيل على القهوه وقال انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر حاضر. طب معاكي سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كان مالي انا بس ومال ده كله؟ تاني ما تخافيش، دي ميتة مش هيحصل منها حاجة، وبعدين كلنا سوف ناخد هذه الرقدة، في آخر الأمر جميعا سوف ناخد هذه الرقدة. يلا جميل، يلا استهاني. تعالي بقى، يا ربي. استني بقى ايه؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشة تقوم تتحضن وهي ميتة. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي، ديك روح دي بيت يا مريض وضم نايم. انا بقولت انت بلغي اللوكاندا احسن استهانم. بلغي اللوكاندا ارجوك، بلغي اللوكاندا. باسبور باسبور. ما اخذوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنقوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي؟ اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح، احنا ورانا حاجه، ده احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا ما اقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب. شويه امل وشويه صبر ان شاء الله حبيبي. ليش ما حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد انك انت بالفقره اللي زينا؟ يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان؟ والنبي يا استاذ مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه. ده في واحدة قتيلة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا أستاذ هانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. إحنا قال ما خلصت قوي نفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة؟ إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج. شفت بقى إزاي إن كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على المركب، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجه؟ وهرتينا الله. اهو التسامح.
مالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخرة بتاعتك على المركب يفتكر انك انت امبراطورة. الله لا. يا خسارة، الأسماء والتخينة ملوش خاز المرة دي، أنت لقيته براح. الله يخرب بيتك، وده حاجة تزعل. علي خال، أنت مفيش شغل معايا من النهاردة. ما أنا عارف إني مرفوض من غير ما تقول، وهي القنطة دي زريبة. الخريص سود، تعملته ساكنة معانا كمان؟ لا شوف أما أقول لك. المهم أنا ممكن أسافر النهاردة؟ ممكن مدام، بس مالكيش دعوة بالراجل السود علي ده. يا جدع عيب حسن ملافظة، مش حال ما أخواتش خواجة. عن إذنكم. بتبص على إيه؟ بص لي هنا. السلطة بتاعك أهي؟ وريني عرض كتافك. أنا مش همشي من غير ما أخد تعويض. شوف حبيبي، خينا في اللوكاندا في عندنا خمسة راجل زي الخيطة. بيسارة واحدة ممكن يجي يتفاخر معاك. خمسة خمسة؟ خمسة خمسة. زي الخيطة؟ زي الخيطة. السلام عليكم. لا معلش هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار، تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني سفري؟ أكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانة دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطة من الشغل معاهم؟ إن جيت للحق، لأ. إنما مفيش إنما. لا ما هي عادلة ولا مبسوطة. ليه تروح لهم؟ أمال هعمل إيه؟ خليكي معايا، إيدك في إيدي نكافح سوا. وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعه لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وابعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادامنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله؟ اللي اوله صعب اخره راح. قلت ايه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو انا لسه قلت حاجة؟ انا كنت واثق انك انت هتوافق. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمة انا مش مجنونة اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها انا، هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظام ده ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني اني هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا؟ لا جنتل. ها جنتل. مش انت الراجل؟
اتدبس انا بقى عشان جنتل. ها الله العظيم. لا عشان انت الراجل. الراجل اتدبس انا يعني. ايه رايك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليله فيها 1,000,000 جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جاتلي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في استقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازها لواحد علشان تبقى رخيصه، وانت تحصريني بعدين ولا من شاف ولا من داري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى لاعب الصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور الثالث، ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه، انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو ايام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقه طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة المفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحده زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ احنا كده حلمين قوي بالصلاه على النبي. سيبي بقى الغلطه بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم. انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقوله دي؟ حبك قوي الورده دلوقتي، حبك. Thank you very much. No بقشيش. I am Egyptian police. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامة، يلا. يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت؟ انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، اند نو بكشيش، وانا ايجيبشن بوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني ودي صوتك لاعرفه اللي احنا اتنين. ممدوح، خليك فاكر ان انا قابلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح
يلا نام احسن تريك ايدك بالله في طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ انا هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ امال حراسه على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد، ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا لازم بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. هتلاقيهم عارفين انك انت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى احسن، انا ميته من الجوع. انا اللي هيجنني بقى التدبيسه اللي انا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقولك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلم؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيله شويه، بس بكره بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه. بكلمك بجد، ساعه جميله. اه يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز. Take me to Folio Romani.
ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو سير. ثانك يو. ده استنى. ثانك يو عليك وعلى اهلك. شوف What happened يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش مي مي عايز زقة بوش اه وانتوا كمان هنا عندكم زقة وانا فيها حيل عشان ازق زق تمام الله 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 يا ابن الحرامية come here come here I love I love I love you I love you. Please, 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 please. But at least, brother, you remember me. We're a fool. What do you think of yourself? We're going to blow the red balloon. You. Stop. 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 كويس اللي انت عملته في نفسك ده انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي ليس انكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان 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 يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني تأبيدة مين غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة واربعة اعدام بلاش كدب وقولي انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه بس بشرط تخلي ايدك كده على طول ليه لان الوجع كله بيروح من لمسه ايديكي والعذاب بيهرب من نظره عينيكي يلا يا ريس بتاع الكلام من فضلك خليك جد بقى شويه قولي هتعمل ايه دلوقتي هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك هات ده افرش لنا الصفة ايوه ايوه انا احفر ده فول مدمس ورانا ورانا هات ده عشاء القهوة ده سروسي بقى القعدة يا فوطة يا مجنونة يا فوطة فوطة ايه يا ابني اسمها قوطة مش فوطة قوطة ايه هي بلدنا اسمها طماط لكن هنا اسمها قوطة خلاص انت حور قوطة قوطة يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة طب اقول لك ايه بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله انا دراعك اليمين اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان هنا الاثنين تسلم عينيك استنى انت يا فرجاني ما تحركش وعندنا كوسة حلوة قوي شوف الكوسة عاملة ازاي تنفع للاطفال اديني كيلو كوسة والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره ناخد 2 كيلو طبخين لحمه النهارده اه ما تاخدوا محشي معاها يرم العرض لا دي شيله كبيره قوي وماله اوصلها لك لغايه البيت واي خدمات اخرى افندم لا مفيش شوف الكساء عامله ازاي
الحمد لله جبرت وبقت حاجة حلوة وكده حلو معانا يا سحسنين وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقولك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكرة وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت او بالمرة تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هجريه ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على رطع هناك كوبايه شاي تقيله ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت اخيلا اخيلا هو حسنين ما جاش بالعربيه ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حته نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فك يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش هو تليه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ واني مال لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروحك تسد الداهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ يا خال مفيش. يا خال اسمع الكلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني لقمة العيش هنا صعب لازم تشتغل وتشقى انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه هو في حد ما يخافش من مراته؟ فضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل. بنزين يغلى دفعت الأجرة مضاعف. قال لا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا ما تسوق. أديني افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي. جبت ناس الشروق كمان ان شاء الله يطلع لك فرد الجيك ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدا الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه ممنوع النوم هنا؟ هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى. يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا.
مساء 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 الخير. مساء 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 صحيح. لا يا ابو لا يا ابو بلاش. ليه كان هتقول لي انا النظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيت. يا سي حساسانين يا برطوشي اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني احنا في السرير احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسسانين. عدم المؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتك. أنتك؟ أنتكة إيه؟ قزقعين هيأكلوا الشهد. قزقعين هيأكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو حلو قوي يا سي خليل يا بهيم يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذ الحلزوني واروح بلدنا. روح ايوه هروح. روح اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا وادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. اسمع كلامي يالا، اللي هيجوعك دلوقتي
هتاكل بيه مرقة رون بعدين. عارف مرقة رون؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجة يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميتة بلاش كام يوم، سيبوني اروح. العملية كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم بداية. انا عايز رجلي، الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم بداية. بس يا جماعة هو. اهلا سي جمعة. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو العيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معلنة. مفيش معلنة، ده انا دكتور، دكتور جمعة، وميت مرة قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي تاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسة تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح، رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ؟ انا غيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصيه. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيزة قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقولك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطهم يقولهم ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10.
براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك، قال ايه، وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في الشحات. انا عمري ما شفت الشحات لابس كده، ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايب تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. اخرس، مش حاضر اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، انت بلاش رماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك، احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا اتعش. عشو، بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا. خدهم قد كده على قلبك، كبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصر.
انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف زي انت مش اعمى. انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل حد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوه قوي. نخلع بقى.